السلام عليكم حسين مترف، شكرا على قبول الدعوة لإجراء الحوار. بلمزي يا خويا رضوان، ويعطيك الصحة اللي انت جيتني وديبلاسيت، وان شاء الله نديروا حوار شيق ان شاء الله. اولا كيفاش راك حسين مع هذه المصيبة هذه اللي طاحت علينا كامل، وكيفاش راهي العائلة؟ وش راح نقول لك، الحمد لله يعني العائلة راهي بخير، ويعني هذه المصيبة كما تعرف وكما كاع الناس ما على بالهم واش كاين، يعني نتمنوا يعني يزول علينا هذا الوباء ان شاء الله. وحاجه ماشي سهله، وين 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 الانسان لازم يكون كيس فاطن، ويكون يعني كما يقولوا ما يديش الحاجه يعني بسهوله، وين حاجه ما نعرفوهاش وحاجه ما عشناهاش وحاجه لازم يعني راح نتعاملوا معها، ورانا عايشين معها ورانا نعيشوا معها، ونتمنوا انها يعني تزول في اقرب وقت، يعني لان يعني هاد الفتره راهي جد صعبه. يعني نتبع واش راه يصرى، باش نقول لك بالتدقيق لا، لكن واش رانا نشوفوا يعني حاجه ظاهره، الناس كاع راهي تتكلم في هاد الفيروس، والاطباء راهم يتكلموا، يعني الاخصائيين خاصه، وين راهم يقولوا يعني هاد الفيروس فيروس ماشي سهل، وفيروس يعني لازم ندوا الاحتياطات تاعنا، وهو يعني البقاء في المنزل، وهذا هو يعني لو سول موايان باش الانسان يكون يعني الابري. وهذه هي عباك باللي الجزائر حسين ضرت بزاف من هذا الفيروس، ولاية البليدة في نسبة الوفيات، حتى ولاية الجزائر العاصمة يعني نسبة الوفيات راهي رهيبة في الجزائر. صح، وين ترحموا على كاع هاد الموتى، ربي يرحمهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يخفالكش بلي في هاد الأيام يعني عندي واحد 18 يوم وين كنت في البوليدة، وين كنت مع الوالدة تاعي، وين حاجة ماشي سهلة يعني لتما، يعني ما تقدرش تتصور كيفاش الاجواء راهي في البليده، راهي اجواء يعني مهيبه ومخيفه، لكن الحمد لله يعني احنا عندنا حاجه، عندنا الثقه في ربي سبحانه، وحنا كمسلمين كناس عقلاء، يعني ما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، يعني هذه حاجه لازم نتعاملوا معها ونعرفوا كيفاش نخرجوا منها يعني باخف الاضرار. ربي يرحم كاع هادو اللي ماتوا، وربي يصبر الاهالي تاعهم. وبالمناسبه يعني نغتنم الفرصه وين الوالد تاعي يعني كان توفى، يعني سبقتنا يعني وين كان الوالد تاعي توفى، عنده شهر ونص هكاك ملي توفى، يعني قبل ما يظهر هذا يعني في هذيك البريود يعني وراءها، وين توفى وين ظهر هذا الوباء، وين نشكر كاع الناس يعني اللي وقفت بجانبي، والناس اللي اتصلت بيا، وحتى يعني كاين ناس اتصلوا بيا ما قدرتش نرفد لهم يعني في الهاتف، وين كانت عندي ضغوطات يعني راه كنت مبوجه منا. ونشكر بلديه في بليده تاع باب السبت اللي سهلت لي الماموريه، وين يعني كانت عمليه الدفن الحمد لله جوزناها في ظروف جيده. ونشكر زميل الوالد تاعي اللي هو السيد منصورين اللي ساعدني عن طريق البلديه واللي وقف معايا، ونشكر كاع يعني اللي عزاني، يعني خاصة يعني الأنصار يعني تاع الفريق اللي لعبت فيها، يعني هو الفريق الأول تاعي فريق اتحاد العاصمة، وين يعني الناس ترحموا على الوالد تاعي وعزاوني، يعني نشكرهم ونقول لهم بارك الله فيكم وربي يحفظكم. حتى الأنصار يعني تاع وفاق سطيف، وحتى أنصار شبيبة القبائل، أنصار مولودية الجزائر، أنصار نصر حسين داي، أنصار شبيبة سكيكدا، أنصار رائد القبة، وانصار يعني امل بوسعاده الفريق الحالي اللي راني نلعب فيه. نشكر يعني انصار هذا الفريق، واشكر الاداريين تاع كل هذا الفريق اتصلوا فيا، سواء الاداريين السابقين لهذا الفريق، حتى الاداريين يعني الحاليين، وين اتصل بيا فهد حلفايه يعني رئيس وفاق سطيف، اتصل بيا عبد الحكيم سرار، اتصلوا بيا عده يعني وجوه رياضيه على غرار يعني لاعبين القدامى تاع الفريق الوطني، علي فرقاني، قندوز والاخرين، وحتى يعني الصديق تاعي اللي لعبوا معايا في كاع الفرق، وحتى رئيس يعني تاع شبيبة سكيكدا، يعني هناك يعني عدة رؤساء اللي اتصلوا بيا، يعني نشكرهم، وخاصة يعني أيضا حتى من الوزارة
حتى من الوزاره وين السيد نور الدين مرسلي وين يعني بعث لي رساله تاع التعزيه. انا نشكره بزاف ونشكر يعني الوزير، قال لي باسم الوزير نزيد نشكر الوزير يعني خالدي اللي هو اللي كلفه وبارك الله فيهم يا خويا. احنا غانت نعظموا لك مره اخرى الاجر خويا حسين، ربي يجعله ان شاء الله من اهل الجنه. وما نساش الاعلاميين، حتى الاعلاميين يعني اللي نشروا يعني الخبر يعني عبر القنوات تاعهم يعني على غرار يعني الهداف وقنوات اخرى يعني جزائريه. نشكر كاع الاعلاميين ونشكر اللي كانوا في البلاطوات، يعني هناك عده بلاطوات وين عزاو الوالد تاعي على غرار يعني بن شيخ اشيو يعني وبوحنيكه، وايضا هناك عده بلاطوات اخرى في قنوات اخرى وين عزاوني بارك الله فيهم. قلت لي قبل ما نتفكروا الوالد الله يرحمه، قلت لي بلي كنت في بليده. يعني شحال ضربت في بليده؟ شحال ريحت تما؟ ريحت لتما 18 يوم يعني. وكون في المنطوطه تما ما كانش كاع الخرجه. ما كانش الخرجه كاع، نخرج غير باش نشري وندخل. هذا واش كاين واحد عنده الدروه يخرج؟ تقدر يعني يقدر لي يكون عنده غارض. ما نظنش ان يعني رجال الشرطه راهم رايحين يعني يحبسوا واحد خارج يشري حاجه غارض يعني ضروري، يعني تخرج تعاود تدخل، يعني ما تقعدش الدور. والحمد لله في بليده الناس واعيه، وشفت باللي الناس يعني الحمد لله يعني ما كاين اللي نحسوا تحس باللي كل انسان والظروف تاعو، كاين اللي مسكين بالك في دارو، كاين اللي عنده الغاشي، كاين اللي كل واحد والظروف تاعو. تشوف باللي كاين اللي يخرج يريح قدام الباتيمون تاعو شويه يعاود يطلع، كاين يعني تصرفات تحس باللي تصرفات يعني عقلانيه. ولو انه كاين هناك بعض التجاوزات هناك يعني يكون فهموا الوضع يكونوا فيهم بعض التجاوزات، لان يعني في هذه المرحله كل انسان كيفاش راهو يشوف في الحاله هذه. لكن انا واش نطلب من الناس؟ نطلب من الناس يكونوا واعيين ويكونوا يسهلوا الماموريه، خاصه للاطباء ورجال الامن. يعني هادو هما يعني هما اللي راهم يقابلوه في هذا الوباء، راهم يقابلوه يعني ليلا ونهارا. نتمنوا يعني ونزيد نشكر يعني في هذه المصيبه هذه تاع كما يقولوا تاع هذا الوباء، نزيد نشكر الاطباء يعني اللي راهم واقفين في مستشفى فرنس فانون، يعني مستشفى فرنس فانون في كل يعني المستشفيات يعني نشكرهم يعني واللي راهم ناس واقفين يعني القطار يعني وكاع مصطفى باشا كاع بارك الله فيهم. احنا لازم نعاونوهم حسين، يعطيك الصحه. دوك قعدوا في ديارنا ما نخالفوش، يعطيك الصحه. كيما درك هكذا خرجت يعني خرجنا دوكيما، راني في الجزائر العاصمه اليوم، راني دخلت المنزل تاعي وين وليدي لازم يقرا، راهم يقراو فيهم يعني بالفيديو بار كوريسبوندونس كذا. ان شاء الله نتمنى يعني تما على جالو دخلت، على جالو دخل، سينو ما ندخلش يعني. وهذه هي يعني السبه تاع الوليدي يقرا، واللي خرج دوكا نتنفس شويه، رانا هنا في الغابه تاع بوشاوي، ويعني هذه خرجه قرار، هذه ما نخرجش بزاف يعني غير الا لغرض يعني جد ضروري تاع نشري كاش ما نقضي ونعاود ندخل. هذه هي، ونتمنى ان شاء الله كل انسان يكون واعي بالمسؤوليه. كنا شفنا التدريبات تاعك في المنزل حسين، في البليده كنت تدرب في الساحه تاع المنزل، ولو انه هناك يعني فوق تما نقص على الامكانات من الله غالب واحد يخدم بوش عنده. سي نورمال الحمد لله. يعني هذوك اشياء يعني باينين يعني اللي تقدر يعني تساعد نفسك بهم، هي باش نقول لك زعما انك تدرب وحدك هو حل، ولا تحت الحق يعني الريتم اللي راك حايبه ما تقدرش. هي التدريبات تاع كي تكون في الفريق ما يقدروش كاع يوصلوا تدريبات تاع وحدك، تاع الفريق وحدهم هما اللي تطلع بهم الريتم، وهما اللي تكون لا كونكيرونس بينك وبين الزملاء تاعك. وكل يعني نهايه اسبوع عندك مباراه وين تشوف المردود تاعك وين راهو يدور وين ماهوش يدور، يعني ماشي بالسهل. لكن الانسان ما يطلقش روحه كي يكون هكذا، يعني كي تونطريني وحدك خير من ما تونطرينيش. هي ما نقولوش باللي حاجه اللي تلحق بها يعني النيفو اللي راك حايبو، لكن راك رايح تليميتي على نفسك يعني في العوده تاعك للميادين، راح تلقى روحك يعني اخف الاضرار. حتى بزاف لاعبين حكينا معهم في هذا الموضوع، قال لك صعيبه باش تبع البروغرام اللي بعثوه لي كلوب. ماشي سهله يعني، شوف تونطريني وحدك يعني هذه حاجه
اللي يقدر يونطريني وحده لازم تكون عنده لا فولونتي، يعني الرغبه هذيك الشديده انه يتدرب. باش تكون عندك هذيك الرغبه لازم تكون يعني لازم تكون تكون يعني الصبر، يكون عندك صبر كبير، تصبر انك تونطريني وحدك، تصبر انك تجري يعني 40 مينيت ولا تقدر تجري 30 مينيت تجريها وحدك، واحد ما راهو معاك ما تقدر تقصر مع واحد، ما تقدر تبدل. ومن بعد لازم خاطر وعلاش حنا رانا نخدموا، ومن بعد عندنا اللي راهو يجي فينا، كاين مدربين كاين رؤساء كاين انصار. دوك كي تكون تونطريني وحدك وحنا والفنا نحبوا ولا نكرهوا، والفنا لي ميديا، والفنا المقابلات التلفازه، والفنا الجرائد، والفنا الاعلاميين يهضروا، من بعد واحد ما يولي يهضر عليك، واحد ما يولي يشوف فيك، الرغبه تاعك راح تنقص، لانك تقول انا وعلاش راني نونطريني. لكن الانسان واش غنقول لك، راهو عايش وراهو يسي كما يقولوا دائما يكون يسير نحو الافضل، لان لي بيرفورمانس تاعك كي تكون وحدك يعني يبانوا نهار تعاود تريبريني اسكو انت كنت تونطريني ولا ما كنتش تونطريني. صح كيما دوك شحال راهي توقفت، توقفنا اكثر واحد الشهر هكا، قريب شهر يعني، كي تتوقف شهر يعني تقدر نقدر نقول لك بريباراسيون لازم تعاودها من دار وجديد. تتوقف شهر تعاودها من دار وجديد، ما عندكش كيفاش مسالم راك، ما عندكش كيفاش يعني راح تلعب كومبيتيسيون يعني في مستوى جد عالي. ونتمناو يعني احنا المشكل دوك هو ماشي كيفاش لا كومبيتيسيون، لا رانا كيما يقولوا في مع هذا الوباء ورانا نسيو نتعاملوا معاه. ان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء، وين كل انسان ان شاء الله يكون واعي ويساعد يعني الاطباء ويساعد الاخصائيين باش نتجاوزوا هذه المرحله. وهذه هي يقول لك فترة التمديد تاع البطولة يعني مازال حبسة، لو كان يعلنوا على نهاية موسم ابيض كيفاش يكون رد فعل سيزون بلونش؟ واش راح نقول لك، اون سيزون بلونش راح تكون يعني راح يكون رد فعل يعني سلبي بالنسبة يعني لكل رياضي وبالنسبة لكل انسان يعني عنده علاقة بكرة القدم. لأن ما يخفالكش باللي هذه يعني قبل ما تكون يعني رئيس بارسك تاع بزاف لاعبين وبزاف يعني مدربين، و هي راهي كما يقولوا حب هاد المهنه، هاد المهنه احنا نمارسوها خاطر نحبوها، ماشي ومن بعد المال جاء كما يقولوا الحمد لله، فيها ربح المال، فيها ربح تاع الصحه تاعك، فيها بزاف امور كره القدم. وش راح نقول لك، راح تكون سلبيه، لكن ولا الاخصائيين والاطباء قالوا باللي يعني عبر الفيفا حتما راح يكون هذا، الفيفا قالت ما لازمش تحبسوا، ايه عبر الفيفا راح يكون هذا الخبر، ولا يعني الخبر الداول انه لازم نحبسوا يعني لصحه الاشخاص، يعني هذه حاجه من المفروغ منها راح تحبس وتسيي تتعامل مع هذا الوضع. كان هناك احتمال باش نلعبوا ان شاء الله في الصيف، ان شاء الله يعني ولا باش تلعب في الصيف، يعني ولا باش تلعب في الصيف، انا نشوف انك تحبس خير، لان هذاك الصيف اللي راح تلعب فيه في جوي وفي اوت يعطيك ساعه تلعب في جوي ولا في اوت. صح تقدر هي تقدر تكون تلعب في جوي ولا، لكن ومن بعد كي تلعب في جوي وقتاش راح تعاود دير لا بريباراسيون باش تعاود تبدا لا سيزون جديده، يعني راح يكون عندك مشكل اخر. يعني مليحه لو يكون يعني من 15 جوان تقدر 15 جوان 15 جويلية تقدر يعني تقدر تنظم يعني، ولا ما كاش مباريات كبيره على ما اظن 7 ماتش يعني في شهر تقدر يعني ثلاثة خميس تقدر يعني تلعب 6 مباريات يعني في شهر، نقولوا في 45 يوم تقدر تلعب 7 مباريات، ومن بعد يعني دير راحه. الراحه راح تكون قصيره، تكون ولا راح تكون احنا مولفين نديروا الراحه تاع شهر ونص، راح يكون تكون راحه 25 يوم ولا تعاود تريبروني في لا سيزون جديده. لان ما يخفالكش كره القدم هي لا كومبيتيسيون ايرومبلاسابل، بلا لا كومبيتيسيون ما تقدرش تبروغريسي، ما تقدرش تعرف النيفو تاعك وين يدور، يعني لا كومبيتيسيون هي الصح. ونتمناو يعني العوده يعني للحياه الطبيعيه، لان كل شخص راه يتمنى هذه الحاجه، ونتمناو يعني الانسان يراجع يعني نفسه
حتى كرة القدم هذه اللي صراو فيها عدة مشاكل ورانا نتكلموا ونعاودوا راهو الناس كاع راهي تتكلم البلوطوات كاع راهي تتكلم. نتمنى هذه البريودة تاع اللي الناس اللي ما لعبناش فيها الناس تكون استرجعت أنفاسها وتكون استرجعت يعني عدة أمور يعني باش يعطيك الصحة وتراجع نفسها فيما يخص العنف خاصة في عدة عدة أشياء العنف الكراهية يعني كل حاجة بما يخص يعني كرة القدم يعني في كل حاجة. ونتمناو يعني تكون كل حاجة في بلاصتها إن شاء الله ونتمناو كل واحد يتحلى بروح المسؤولية سواء يعني في هذه الفترة أو بعد هذه الفترة لأن هاد الفيروسات هادو ما يكزيستيو صح هذا فيروس هذا كورونا رام يقولوا فيروس خاطر وفيروس ما كاش عنده مثيل ونشوفوا الأرواح تاع الناس كيفاش راهم يموتوا الناس لكن هناك فيروسات أخرى كما يقولوا ماشي غير هذا الإنسان حتى المعيشة اللي رانا عايشينها دوكا لازم الإنسان يعيشها إلى الأبد يعني هذو هما الاحتياطات للإنسان خاطر تغسل يدك هذه أمور يعني ملي كنا صغار الوالدين تاعنا يقولوا لنا اغسلوا يديكم قبل ما تاكلوا اغسلوا يديكم قبل من الآخر ما توشيش وجهك ما توشيش قدام حتى يعني الوليد كي يكون عندك وليدك صغير يقول لك ما تبوسوش من فمه قدام منا يعني فيها بزاف امور يعني اللي تربينا عليهم يعني من قديم الزمن اللي درك جاتنا حاجه اللي راهي كما يقولوا خلاتنا يعني نكونوا صراماء يعني هذه هي الصرامه وهذا هو الانضباط يبدا حتى الاكل برا حتى اللباس تاعنا في كل حاجه يعني سهرات الليل سهرات يعني حتى احنا رانا كمسلمين يعني في الاسلام تلقى كلش اداب الاكل اداب اللباس اداب الغسل اداب يعني الاسلام علمنا كيفاش نلبسوا كيفاش ناكلوا كيفاش نتمناو كل انسان يعني يكون واعي بهذه المرحله اللي رانا فيها ويديها من الجانب الايجابي ويديها من الجانب الايجابي خاصه لان صح الارواح تاع الناس ربي يرحمهم وهذا امر يعني هذا امر ما تقدرش تهرب منه الموت حق والموت بامر من عند ربي ربي هو يامر الانسان هذاك اللي يكون راح يموت ربي هو اللي امر تلحق ساعتها امر مالك الموت يقبض له روحه نتمنى ان شاء الله حسن الخاتمه لكل المسلمين وكل اخواننا وحسن خاتمه حتى لنفسي يعني ولكل اخواني والموت حق والانسان ما يستناش كما يقولوا هذه فيروس كورونا يعني مجرد يعني حاجه اللي جات الانسان طونك راهو عايش يشوفها من الجانب الايجابي واللي ماتوا ربي يرحمهم واللي مات بهذا الفيروس راهو في منصب كما يقولوا راهو في مرتبه شاهد ويا وينك اللي يقول لك كاين اللي دوك يقول لك نقدر نتمنى انا نموت دركا نموت في مرتبه شاهد خير من ما على باليش واش كيفاش راح نموت ونتمناو الخير لكل المواطنين الجزائريين ان شاء الله ولكل الامه العربيه والمسلمه ونتمنى كل انسان يتحلى بروح يعني المسؤوليه وهذه وشنو هي الحاجه اللي توحشها بزاف حسين مدرب الحاجه اللي توحشتها بزاف واش راح نقول لك الكوتيديان داك تاع تنوض الصباح يعني على 10 تحط اونطريني تجي يعني تاكل كما يقولوا تفطر دير كما يقولوا لاسياس تاعك القيلوله تاعك وكذا تنوض يعني راك مع الاهل راك مع اولادك راك مع اصحابك يعني توحشنا بزاف امور يعني الكوتيديان تاعنا يعني تاع اي يعني هذاك الممله توحشنا يعطيك الصح اي شخص جزائري تلقى عنده لي زابيتي تاعو عنده واش يحب يدير واش ما يحبش يدير تلقى اي شخص راه متوحش هذوك الامور اللي كان يديرهم في حياته الطبيعيه وخاصه حنا نتمناو الحوايج الملاح كيما ان شاء الله الناس اللي تدخن ان شاء الله هذه فرصه باش ينقص لا 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 كاين بزاف امور ان شاء الله الانسان يسي يعطيك الصحه ينحيهم فيما يخص لي شامبيونا لي غران شامبيونا في لو مون شنو هي الشامبيونا اللي توحشتها واش تبع عندك واش غنقول لك الشامبيونا اللي توحشتها هي الشامبيونا تاع اسبانيا شكون تحب انت انا ما نحب ميلون اسي ما نكذبش عليك نحب ميلون اسي ونحب نشوف بزاف ميسي ليونيل ميسي نحب نشوفه بزاف كيكون لا ماشي قضية توحش في اسبانيا يعني عندهم مزيج تاع اللعب عندهم الفيزيك وعندهم لا تكنيك وعندهم كلش كيما تشوف انجلترا عندهم الاندفاع البدني وين
هو يعني اللي مسيطر على المباريات تاعهم، تلقى يعني الكالتشيو ما راهوش كيما كان، يعني راهو بدا يتحسن لكن ماشي كيما كان. واسبانيا هو اللي راهو، انا في رايي اسبانيا هو اللي ونشوف توحشت اللعب تاع ميسي، توحشت اللعب تاع ميسي. كومباريه مع جوار واحد اخر ميسي، ما نكومباريش ميسي، ما نكومباريش، خاطر ميسي ما نكومباريش، لان كاين ظاهره تيقول لك ميسي رونالدو، يقول لك انت واش تشوف ميسي ولا رونالدو؟ انا نقول لهم ميسي عالم ورونالدو عالم. ميسي في زوج علماء، لا في زوج علماء، في زوج علماء في كره القدم. لكن انا نهضر لك على عالم، سي دو مون ديفيرون، لي بوست تاعهم دو مون ديفيرون في طريقه اللعب. ميسي لاعب، ميسي موهبه خام، على طابور، ما من الاخر موهبه خام زاد طورها. ما من الاخر كي كان صغير كان يدير اشياء ماهوش يديرهم كي كان كبير. بيان سور كريستيانو رونالدو كان كي كان في مانشستر يونايتد كان يديفوندي، كان يجري من الكورنر للكورنر. دركا رونالدو تبدل لو رول تاعو، فهمتني؟ زين الدين زيدان المدرب كي كان في مدريد، يعني هذه حاجه شفتها انا على زيدان، كان يقول لرونالدو، كان يقول له ما تدوبليش 12 متر تاع اكسيليراسيون كي تكون ديفوندي في لافاس ديفونسيف. قال له جري 12 متر، قال له باش ما تقعدش حابس برك، قال له مام جوار يروح لك، قال له مر 12 متر خليه يروح. هذه يقدر يفهمها الا مدرب. هذا واش قال له زيدان؟ قالها له من هذه فيها عده امور. لكن ميسي باش ما نخرجوش على الموضوع، ميسي ورونالدو علاش نقول لك ماشي كيف كل واحد. ميسي سي ان جوار كرياتور، ميسي يصنع لك الاهداف ويسجل الاهداف. ميسي فوق الميدان يبردي لينرجي اكثر من رونالدو، لان رونالدو هو سيتي الماشين بيت، هو آلة تهديفية. رونالدو في 18 متر، وما نقولكش رونالدو تسمى ما يجريش ولا لا رونالدو في ميدان كرة قدم ما تقدرش تدير كلش. عندك بوست، رونالدو الحق وين؟ بلاص الحق وين؟ سارتاناج وين لازم المدرب اللي يكون حاكمه لازم يليميتي له المهمة تاعو. لكن ميسي كي تشوفو، ميسي يلعب عنده من السونتر حتى ليبيتي. ميسي عنده مباريات وين يولي حتى الدفاع يدي الكرة ويمشي بها. ماناش نقولو رونالدو ما يقدرش يدير هاد لو رول، كل واحد لاخر سي تان بير تيكنيسيان. رونالدو بيلدوزر وفينيسر كيما يقولوا. رونالدو يقدر يدريب لك من بعيد، ياكسيليري يطبع يروح. سؤال اخر فيما يخص الكونفينمون هذا في الدار، واش دير في الدار حسين؟ تدخل كوزينه كش ما طير ما تدخلش؟ والله غير في هذا الكونفينمون ندير طيب، لا ما طيبتش، درت لاتاي، ندير لاتاي كل ليله، ندير لاتاي واعرف لاتاي ندير ندير لاتاي عندي، نجيب نعناع يابس، نجيب لاتاي بيان سير ليابس، ونجيب نعناع من برا هكا ونخدم لاتاي. قالونا خاصتك بزاف صلات في الجامع، راك ديبوسولي كاع بلا صلات في الجامع. والله غير واش راح نقول لك، شوف كي راني في بوسعاده، صح كي رحت لبوسعاده وين عندي نصلي صاله التقصير، لاني ما رانيش مقيم لتما ومانيش مع الاهل تاعي كما يقولون. نصلي صاله التقصير لتما ونصليو في المسجد، كاين مسجد قدام وين نسكنوا. لكن واش راح نقول لك، المسجد راهو يخصني بزاف، ويخص بزاف، ونتمنى ان شاء الله. واش راح نقول لك، نتمنى نعاودوا نولوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. او جاي رمضان وبالك ما حش يكون فيه تراويح، بالك ما يكونش فيه قعدات في الليل، حاجه ماشي سهله. واش راح نقول لك، والله غير حاجه ماشي سهله. ونتمنى يعني كل واحد يعني واش راح نقول لك، في هذه البريوده يبروفيتي، يصلي مع الاهل تاعو، مع الاولاد تاعو، يعلم ولاده. هذه هي فرصه تاعو. رمضان بلا تراويح ما. يا رمضان بلا تراويح ما تقدرش، لكن واش راح دير؟ لازم تتعامل كما يقولوا احنا، قدر الله ما شاء. احنا شو حنايا كلاعبين لازم تتضبط مع كاع لي سيتياسيون، والانسان هذه هي الانسان مديور لازم يتضبط ان شاء الله. سؤال اخير حسين، شحال عندك دوك في العمر؟ الله يبارك. عندي 36 سنه. الله يبارك، مازال شو؟ لا باس، مازال واحد 4 سيزون واحد اخرى. لا بزاف 4 سيزون. لا شحال هكدا؟ ماكسيموم واحد 2 سيزون. هذا ما ما نكذبش على روحي. الولاف تاعك تكملها فلوس ولا لا؟ ان شاء الله. ولا ان شاء الله هاك لحميت شوك يا اخويا، ان شاء الله. والله ان شاء الله، وعلاش لا؟ زعما دارني سيزون ولا 6 شهور الاخرين
حسين ما تعرف واش مد كاع الاسماء يستاهل والله والله سي موال الاخرين يكملهم في الاسم والله غير صح والله غير ما نكذبش عليك اتحاد العاصمه ماشي شغل كنا عائله كانت يعني كما يقولوا كان الاجواء فيها كنا عائله وحده وين حتى الانصار يعني كانوا ماشي غير عائله وحده كانوا الانصار هما اللي كانوا يمدوا ليكزومبل يعني والحمد لله واللاعبين هذوك اللي كانوا في هذاك الوقت كي شافوا الانصار هكذاك ما خيبوش الانصار وين تما ما كانوش لي موايان كيما دوكا ما كانوا كنا يعني ماشي كيما دركا وهكذاك وكانوا اللاعبين يعني يجبدوا الماكسيموم وكنا نفرحوهم والحمد لله يعني وين قضيت مواسم في اتحاد العاصمه جد مميزه. انصار امل بوسعاده باش ما يزعفوش علينا. لا 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 نحييهم انصار امل بوسعاده وين هذا فريقي الحالي والحمد لله ونشكر يعني الاداريين تاع هذا الفريق على راسهم الرئيس شاكيب وين عطاني الفرصه هذه وين راني نلعب يعني في ناسيونال دو في محترف يعني فريق محترف ونشكرهم يعني وحتى وين يعني نشكر المدرب بوفناره وين الحمد لله بديت نلعب وين لعبت يعني لعبت في معظم المباريات كنت ندخل يعني كبديل وين ما يخفالكش يعني ما لعبتش ستة اشهر يعني اللي قبلها وين كنت احنا نضيف في امل حيدره ولاسباب شخصيه ما مضيتش ونتمنى التوفيق يعني لفريق امل حيدره ونشكر الرئيس تاع عمر يعني ونشكر المير يعني تاع حيدره اللي سوليسيتاني وكان حابني نكون في الفريق تاع امل حيدره ويعني جات لي الفرصه وين سينيت يعني في امل بوسعاده وين نشكر يعني كل الانصار وبارك الله فيها. كلمه في الختام واش راح نقول لك يعني نتمنى حاجه نتمنى يعني كل مواطن يلتزم يعني المنزل تاعو ويسي يعني يقلل يعني من التحرك تاعو الا لي يعني ضروره هذه حاجه مفروغ منها ونشكر يعني ونشكروا بزاف الناس اللي راهم واقفين يعني في هذه المحنه يعني على غير الرجال الحمايه المدنيه على غرار الاطباء في كل اسلاك على غرار رجال الشرطه على غرار يعني الدرك الوطني وعلى غرار يعني حتى يعني الجيش الوطني الشعبي وين عبر الحدود وين كاين امور احنا ما نشوفوهاش كاين امور احنا ما نعرفوهمش اللي راهم كاينين في بلادنا نتمنى يعني التوفيق لكل هاد الناس ويعني اللي يدير الخير يلقى الخير واللي يمشي بنيته ما يخافش. يعطيك الصحه حسين بارك الله فيك.